السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا فيكم في قناة زرعات. اليوم جايبة لكم وصفة إيش السماد سماد النباتات بالموز وقشر البيض. طبعا الموز غني جدا بالبوتاسيوم وهذا شيء معروف من زمان، أكيد كلكم عارفينه. قشر البيض غني بالكالسيوم، فالكالسيوم والبوتاسيوم هذه تساعد النبات انه ينمو بشكل اسرع وانه يتغذى بشكل افضل. فراح تلاحظون على النبات انه بعد ما تسمدونه بهذا السماد راح تلاحظون عليه انه كبر بشكل، يعني كبر، ازداد حجمه عن قبل. كنتم اول مرة تشوفون قناتي، سووا اشتراك للقناة وسووا زر الجرس، فعلوا زر الجرس وادعموا الفيديو باللايك. خلونا نبدأ الحين. الحاجة اللي هي انكم تحطون تجيبون قشر الموز، بعد ما تخلصون الموزة، بعد ما تاكلون موز لا ترمونه، حطوه على جنب وجيبوا قشر بيض كذلك. لما تسوون بيض لا ترمون القشر، يعني قشر البيض ينحفظ أكثر من الموز، بس الموز لازم بنفس اليوم على طول تاكلونه وتسوون فيه هذه الخلطة. أوكي، خلطة السماد يعني. لكن قشر البيض عادي ينحفظ إلى شهر، ما في مشكلة. المهم أنكم تجيبون قشر بيض وتجيبون قشر الموز. طيب نجيب خلاط كهربائي ونجيب كاستين مويه. ايش نسوي الحين؟ الحين نحط البيض داخل الخلاط الكهربائي وراح نحط عليه قشر الموز وبعدها نصب عليه كاستين الماء ونحطها بالخلاط ونخلطها. انا ما صورت لكم اياها لانه خلاطي مكسور، فقلت خليني اقولها لكم، لكني كنت اسمد بهالنبات قبل. ما ادري اذا الفيديو هذا معيود، انا احس اني قد سويته، لا اتوقع سويت بس بقشر البيض لكم، لكن انا صورته يعني لكم، لكن انا احطها عندي على النباتات هذا السماد. هذا السماد رائع جدا 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 الى ما لا حد، مرة ممتاز هذا السماد. وانتم بتلاحظون الفرق عليه، بتلاحظون الفرق بنباتاتكم عليه وايش ينفع للنباتات المنزلية وينفع للنباتات اللي برا، يعني عادي تسمدون باي نبات، ينفع لجميع النباتات. فنخلط السماد داخل الخلاط الكهربائي، نخلطه بالخلاط الكهربائي الى يعني دقيقة الى دقيقتين إلين ما يصير لونه رمادي غامق جدا. كذا نتأكد انه انخلط زين والمكونات تجانست مع بعض، بعدين تقفلون عليه وعلى طول تروحون تصبونه على النباتات اللي انتم تبغونها. تصبون شوي 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 منها على النباتات، مو شوي مرة يعني قليل، لا يعني ربع كاسة على كل نبتة، ربع كاسة تقريبا. وبعد ما تصبونه عليها راح تلاحظون بعد 3 أيام أو يومين، من يومين إلى 3 أيام، إنه النبتة ازداد حجمها عن حجمها السابق. فهذا هو الفيديو حق اليوم. لا تنسى الاشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد للقناة، ودعم الفيديو بإيش؟ باللايك. أبغاكم تفجرون الفيديو هذا لايكات. فيلا أشوفكم في فيديو ثاني إن شاء الله. السلام عليكم.